خالي الأمر صعب. صعب ومؤلم. ماذا تريدين غوكشي؟ أنا قد فقدت أرطغرل ألف مرة، وفي كل مرة أعتبره يموت وأحييه من جديد، وفي كل مرة يموت ويحيا فيها كنت أعاني الألم. ألم تتراجعي عن حبك له غوكشي؟ حبه أغمض عيونك وربط لسانك؟ حليمة، لقد فقدت أرطغرل منذ زمن طويل، ولكن أنت فكري ما الذي ستفعلينه بفقدانه. إن هو مات الآن فأنا لن أعيش بعده، وسترين ذلك. أخبروني أنك لقمة صعبة، لكن كانوا مخطئين. كن حذرا كي لا تعلق اللقمة في بلعومك. حين حرقت بخارى وسمرقند هضمت لقما كانت أصعب منك بكثير، لن أعجز عن أكلك. المسلم لا يطلب الرحمة من أحد حتى لو مات، حتى إن جاء ملك الموت ليقبض روحي فلن أطلب منكم الأمان. وفر كلامك لنويان. من نويان؟ الذي يريدك حيا. هيا تجمعوا،